بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وحضراتكم بخير. إن شاء الله محاضرة صغيرة وخفيفة وتسام أب كل اللي فات كده بشكل مختصر وسريع. الكلام ده مكرر، إن إحنا عارفين إن في عدد كبير من الناس مسلمين في العالم، وفي جزء كبير جدا منهم بيبقى عايز يصوم رمضان، بالذات العينين الدايابيتكس تايب 2 اكتر من تايب 1. فلازم نعمل ريسك اسسمنت، لان العينين دول معرضين ان يجي لهم مشاكل كتيره زي الدي كي اي، العينين يخشوا في هايبوجلايسيميا، في هايبرجلايسيميا، او يجي لهم مشكله خطيره وهي الدي هايدريشن والثرومبوزس. الهايبو والهايبرجلايسيميا مشكله معروفه جدا في العينين الدايابيتكس في رمضان، لان قبل الفطار بيحصل الكيرف بيقع جامد لتحت، بيخش في هايبوجلايسيميا، وبعد الفطار بيبتدي الكيرف يطلع لفوق قوي، وده بسبب الناس بتفطر كتير على مشروبات مليانه سكر وحلويات وتمر، وده الحقيقه مش مستحب في الدايابيتكس. الهايبوجلايسيميا بتزيد قوي في العيانين في رمضان، بالذات تايب 2 دايابيتس، ل 1.6 تايمز هاير في الايام الثانيه اللي هي النون فاستنج. زي ما قالت الدار مينا، انها الهايبوجلايسيميا بتزيد في رمضان كومبيرد اللي بيفور رمضان، يعني في رمضان بتبقى 10.4%، من غير رمضان بتبقى 4%. ده بسبب ايه؟ بسبب ان العيان مش عارف يظبط العلاج بتاعه، ما راحش للدكتور بتاعه قبل رمضان يظبط العلاج بتاعه، يعمل التحاليل بتاعته يشوف هو ينفع يصوم ولا لا، واللايف ستايل كله بيتغير في رمضان، فبيبتدي يخش العيان في هايبوجلايسيميا، وبالذات لو بيعمل فيزيكال اكتيفيتي. طيب اللي بيدار قالت ان في 5 فولد انكريز في الهايبرجلايسيميا في العيانين تايب 2 دايابيتس في خلال رمضان، و 3 فولد انكريز في الهايبرجلايسيميا في العيانين بتوع التايب 1 دايابيتس. ده برضك بيرجع لان العيان بيبتدي يقلل الجرعه بتاعت العلاج بتاعه، لانه خايف ان هو يجي له هايبوجلايسيميا في رمضان، فبيبتدي يقلل جرعه الدواء، وكمان ده بيزيد قصاده نوعيه الاكل وكميه الاكل اللي بتحصل في رمضان. ممكن العينين يخشوا في دي كي اي، ده بيبقى سببه الهايبو انسولينيميا اللي بتحصل في رمضان، الجلوكاجون بيزيد، وكمان اللي بتزيد الكيتون باديز. فبيفور رمضان بالذات العينين اللي عندهم رينال انسفيشنسي او ادفانسد مايكرو او ماكرو فاسكولار كومبليكيشنز او اي كوموربيد كونديشن، ده بيزود الريسك عندهم ان هم يخشوا في دي كي اي، وبالذات كمان لو العيان بياخد انسولين ومش مظبط جرعه الانسولين بتاعته. طيب امال الدي هايدريشن والثرومبوزز؟ بسبب ان العيان بيقعد فتره طويله، وبالذات في ايام الحر او في ايام الصيف ومده الصيام بتبقى طويله، فالعيان ممكن يخش مننا في دي هايدريشن، بالذات في البلاد كمان الحاره الجو فيها عالي، والعيان ما بيقدرش ان هو يشرب ميه طول اليوم. العيان ده كمان الهايبر جلايسيميا بتدخله في حاجه اسمها اوزموتيك دايروسيس، يعني بيبتدي السكر ينزل في البول، فبينزل معاه ويعمل فوليوم ديبليشن وبيعمل الكترولايت ديبليشن. علشان كده احنا دايما بننصح المرضى بتوع السكر ان احنا لو هتصوم في رمضان ما بين الفطار والسحور لازم تشرب ميه كتير قوي، علشان تعوض فتره الصيام اللي انت مش هتشرب فيها الميه دي. طيب المانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس في رمضان لازم يكون مالتي ديسيبلينري ابروتش. يعني ايه مالتي ديسيبلينري؟ يعني العيان بتاع السكر ده مش هينفع يجي لك انت لوحدك، لا لازم يجي لك ويروح لدكتور الكلى، ويروح لدكتور الرمد، ويروح لدكتور الفاسكولر، يروح لدكتور الكبد، يلف على كل الدكاتره المسؤولين عن مشاكل الدايابيتس اللي عنده، علشان يطمن منهم ان هو هي كان فاست سيفلي في رمضان. طيب لازم المانجمنت ده يبدا قبل رمضان بشهر او بشهرين، العيان بيجي يعمل كل اللاب تيست بتاعته ويطمن على الكومبليكيشنز او الكوموربيديتيز اللي موجوده مع الدايابيتس، ولازم نبص على السايد افكتس كمان بتاعت الادويه، والفيتنس بتاعت العيان نقيسها مره قبل رمضان ونقيسها تاني في نص رمضان، نشوف العيان ممكن زي ما قالوا لنا دكاتره الكلى اساتذتنا وزمايلنا قالوا ان ازاي نقدر نبص على العيان كمان في نص رمضان ونشوف ان هو يقدر يكمل بقيه الشهر سيف ولا لا. دي الكومبوننتس بتاعتنا اللي انا المفروض الاول بقسم العيان واعمله ريسك ستراتيفيكيشن واشوفه هو في انهي كاتيجوري بالظبط، وبعد كده اعمل جلوكوز مونيتورنج بتاعه طول شهر رمضان، ااكد على الفلويد والدايتري انتيك، ان هو يهتم بالميه وان هو يظبط اكله وما ياكلش حلويات ولا يشرب سكر ولا يفطر على عصير مسكر، ان انا انصحه بالاكسرسايز بالذات
بعد الفطار، بلاش أثناء الصيام. المديكيشنز أدجستمنتس، في علاج إيه هيقل وفي علاج إيه هيتشال، إمتى هاخد العلاج بتاعي، الكلام ده كله بيحصل. وأهم من ده كله، إمتى أقول العيان لازم تفطر حتى لو فاضر على المغرب ربع ساعة، لازم توقف صيام وتفطر دلوقتي حالا. زي ما اتفقنا الأسسمنت ده بيحصل من شهر لشهرين قبل رمضان. أكوردنج للدار، كانت الأول دي الكاتيجوريز اللي متقسمة ليها العيانين، كاتيجوري 1 و 2 و 3 اللي هم الهاي فيري هاي والهاي والمودريت. لما قعدت الاي اس دي كونسنسس وابتدوا يفحصوا تاني الكاتيجوريز ديت، ولقوا ان الدار الاي اس اف دار ناسية بعض الايتمز او ما حطتش في الاعتبار كتير من الايتمز اللي ممكن تغير الريسك ستراتيفيكيشن فور البيشنتس دولت، فابتدت تغير شكل الجدول بتاعهم. ابتدى يتقسم الجدول بشكل تاني زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت. ده سميشن ليه الاورال ثيرابي، مفيش فيه فيري هاي او هاي ريسك. الانجكتبل ثيرابي الانسولين اللي بيتاخد اكتر من مره في اليوم بزلبولس يعني فيري هاي، والهاي ريسك اللي هو بيتاخد بريميكسد انسولين. العيانين البريجننت والاولد ايج الفرايل والتايب 1 دايابيتس دولت فيري هاي ريسك. كمان ابتدى يخش الفيري هاي ريسك الهايبوجلايسيميا ان اويرنس والريكورنت هايبوجلايسيميا اللي بتحصل، والعيان دخل في دي كي اي قبل كده قريب في خلال 6 شهور اللي فاتوا، او حصل عنده ثرومبوزس قريب، دخل في ام اي، دخل في عمل كابج او كده. الميكروفاسكولار الحقيقه ما كانتش مكتوبه بوضوح في التقسيمه اللي فاتت بتاعت الدار، لما الاي اس دي كونسنسس ابتدت تتكلم فيها ودخلتها، ودخلت ان الفالفولر ديزيز او السيفير فالفولر ديزيز وكونجستيف هارت فيلير والهايبرتنسيف ايمرجنسي او ايرجنسي والاريزميا اللي بورلي كنترولد، كل دول دخلوا تحت بند الفيري هاي ريسك، والحقيقه ما كانش فيه اهتمام بيها قوي من الدار قبل كده. كذلك الريسنت سيريبرو فاسكولار ستروك او العيان جاله تي اي ايز كتير، العيانين دول برضك فيري هاي ريسك، او جاله سيريبرو فاسكولار ستروك من 6 شهور بس، ده برضك بيعتبر هاي ريسك وصعب ان هو يصوم. البريفيرال ارتيريال ديزيز دي برضك ما كانتش مذكوره في الدار، ان العيان اللي جاي دايابيتك فوت انفكشن او جاله دي في تي قريب، العيانين دول برضك بيعتبروا فيري هاي ريسك والمفروض ان هم ما يصوموش. اللي جابت سيرتها بس هي المايكروفاسكولار كومبليكيشن، هي الرينال كومبليكيشنز، والحقيقه برضك كان فيها شويه حاجات ناقصه، ان هم جابوا سيره الكرونيك كيدني ديزيز زي ما قال لنا دكتور هاني 4 و5 بس كفيري هاي ريسك، لكن هنا اضافوا كمان الستيج 3 بي واضافوا البروتينوريا وبينوا اهميتها في ريسك ستراتيفيكيشن بتوع العيانين الدايابيتكس دولت. الدايابيتك ريتينوباسي ما كانتش موجوده برضك في عين في الاستراتيفيكيشن القديم، وده لو في سايت ثريتنينج دايابيتك ريتينوباسي الحقيقه ده العيان ده بيعتبر فيري هاي ريسك، وان هو صعب برضك ان هو يصوم. لو في مثلا اسوشيتد كوموربيديتيز، ودي برضك حاجه جديده ما كانتش موجوده، العيان ده جاله اكيوت إلنس، العيان ده كوفيد، العيان ده عنده سيفير دايريا، الاي 1 سي بتاعه اكتر من 10، عنده هارد فيزيكال ورك، ده برضك ما كانتش موجوده او ما كانتش تعتبر فيري هاي ريسك، لا هي فيري هاي ريسك بالذات لو في هوت كلايميت. المودريت ريسك لو هارد مانوال ورك، لو برولونجد اكسبوجر تو هوت كلايميت، لو الفاستنج ديوريشن اكتر من 16 ساعه، او ما فيش في نون كومبلاينس على السيلف مونيتورنج، يعني بالذات في البلاد اللي هي فقيره او معهاش القدره الماديه للعيانين هم يقيسوا سكرهم اكتر من مره في اليوم، فالحقيقه دول بيعتبروا بردك مودريت ريسك. وادي الجدول اللي بنلاقيه كلنا على الانترنت، ان احنا نقدر نحسب الريسك ستراتيفيكيشن للعيانين بتوعنا قبل رمضان. لما بيجي لي بطلب منه كل اللابس بتاعته واخد منه كل الداتا وابتدي احطها في الجدول واقسم العيان بتاعي، هل هو لو ريسك ولا مودريت ريسك ولا هاي ريسك. لو لو ريسك انا هخليه يصوم سيفلي، بس هعمل ميديكال ايفالويشن وميديكيشن ادجستمنت للميديكيشن، واظبط له الادويه بتاعته وخليه يعمل ستريكت مونيتورنج، يعني يبتدي يقيس سكره ريجولرلي. طيب كريليجيوس ريكومنديشن، هو فاستنج از اوبليجاتوري، لازم العيان ده يصوم، ما ينفعش ان انا اخد وزره واقول له لا انت عندك سكر افطر، لا. يبقى هي از ادفايس نوت تو فاست از نوت الاود، يعني ما ينفعش ما يصومش، لازم يصوم. طب لو مودريت ريسك الحقيقه بيبقى انسرتن، ممكن يصوم ممكن لا accordingly، وهبتدي امونيتور العيان ده خلال الشهر، ممكن اديله فرصه ان هو يصوم فتره وابتدي امونيتور تاني في النص، ولو حصل اي deterioration هبتدي اخليه stop fasting. لكن العيانين هاي ريسك اللي هياخدوا اكتر من 6 بوينتس، الحقيقه العيانين دولت fasting ليهم unsafe، و we advise against fasting.
يبقى المونيتورنج اللي هعمله ديورنج رمضان ان انا هطلب من العيان ان هو يقيس سكره سيلف مونيتورنج بلاد جلوكوز سامبلينج في اوقات معينه في اليوم وهنقول عليها دلوقتي. هبتدي اظبط معاه التريتمنت ريجيمنت بتاعه واقول له ايه الريسك عنده, ابتدي اقول له ايه الحاجات اللي المفروض فيري امبورتنت ان انا اعملها عشان ابريفنت الاكيوت كومبليكيشنز عند العيان ده. دي الاوقات اللي كلكم شفتوا الجراف ده قبل كده, ودي الاوقات اللي انا بقيس فيها السكر للعيان, اهمهم اربعه, ليه قبل السحور وبعد السحور بساعتين, قبل الفطار بعد الفطار بساعتين, ممكن نقيس في نص اليوم كده شويه افترنون او بعد صلاه الظهر نقيس. والاهم من ده كله ان انا لو العيان حس باي هايبوجلايسيميك سيمتومز, حس انه دايخ عرقان جعان جدا مش متزن, كل الحاجات دي لازم نقول له لازم تقيس السكر بتاعك فورا. لو لقيت سكرك اقل من 70 او اكتر من 300 يو هاف تو بريك فاست, حتى لو فاضل على المغرب ربع ساعه. كتير جدا من العيانين بيحسوا بالهايبوجلايسيميك سيمتومز او الهايبرجلايسيميك سيمتومز ويبتدي يدوخ ومدروخ ومزغلل, يبتدي يعمل ايه, بيخش ينام, ودي كارثه ومصيبه بيعملوها العيانين دول. فانا بقول له لا, لما يحصل كده لو سمحت قيس سكرك الاول وبعد كده شوف. لو حصل ان انت لقيته اقل من 70 او اكتر من 300 لو سمحت لازم تفطر فورا, ليك رخصه انك تفطر. طب كان وي هيلب, احنا ممكن كدكاتره نساعد العيانين دولت ان هو يقلل لهم الهايبوجلايسيميا؟ ايوه, زي ما سمعنا بردك الايديوكيشنال بروجرام اللي اتعمل في الاي دي اف دار جايد لاينز اللي هو عمل سيجنيفيكانت ريدكشن للريسك اوف هايبوجلايسيميا ب 50% مجرد بس ان احنا ابتدينا نقعد مع العيانين ونعلم العيانين ازاي يقيس سكرهم, ازاي يعملوا موديفيكيشن للميديكيشنز بتاعتهم, ازاي يشربوا ميه, ازاي ياكلوا. الحقيقه قلل الهايبوجلايسيميا ب 50%. فانا عشان اسام اب زي ما قلت لكم, هي المحاضره خفيفه وظريفه وصغيره, ان الادوكيشن والبري بلاننج دولت مهمين جدا عشان نافويد الهايبوجلايسيميا. لازم نكاتيجورايز البيشنت بتاعنا وبالذات بعد ما اضافت الكونسنسس الجديده نضيف الريسك فاكتورز الجديده. لازم نادجست دوزز للعلاجات بتاعتنا زي ما سمعتوا بردك في المحاضرات السابقه ازاي نعمل ادجستمنت قبل رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. Thank you, Dr. Rasha, for an elegant lecture. إذا كان في أي أسئلة يا جماعة؟ تمام. Thank you, Dr. Rasha. And now for the next lecture by Professor Khaled Marzouk, Christian fasting for people with diabetes.